السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. إحنا لما بنسمع الآية دي بنتبسط، لأن الحسنة قصادها عشر حسنات والسيئة قصادها سيئة واحدة، فنقول الحمد لله يا رب. في واحد بقى من الناس الصالحين كان ليه وجهة نظر كده تحترم والله، قال لك ما تفرحش قوي لسبب واحد، ان السيئة اللي انت فاكرها واحدة دي بيجي بعديها عشر خصال سيئة. يعني ما تفتكرش ان انت لما تعمل السيئة انتهى الموضوع عند كده، خلي بالك ان لها آثار وحشة عشرة برضه اعدهم لك. مش انا ده، هو يعني هو بيقول لك اعدهم لك لو انت مش مصدقه. الاولى ان انت لما تعمل الذنب اللي هي السيئة دي انت تسخط رب العالمين عليك وهو قادر عليك. فأول حاجة أنك تستوجب سخط الله بهذا الذنب، ده رقم واحد. رقم اتنين أنت بتفرح إبليس لأنك سمعت كلامه فهو فرحان بيك، يا بخته بيك يوم ما تعمل السيئة. رقم ثلاثة أنت بتبعد عن الجنة ولو خطوة واحدة أو نص خطوة أو شبر زي ما أنت عايز، بتبعد عن الجنة وخلاص. رقم أربعة أنك بتقرب من النار. رقم خمسة أنك بتأذي أكتر حاجة أنت بتحبها اللي هي إيه؟ نفسك. نفسك التي بين جنبيك أنت تحبها، فأنت تؤذيها حين توردها موارد الهلاك بهذه السيئات ولو سيئة واحدة فتؤذي نفسك. رقم ستة إنك بتنجس نفسك نجاسة معنوية بعد أن كنت طاهرا. أنا بقول نجاسة معنوية، أو مش أنا بقول يعني الشيخ هو بيقول نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لأنك بتطلب التطهير من تلك الذنوب والتطهير ضد النجاسة. رقم سبعة إنك بتأذي الحافظة. ذنب ايه الملائكة اللي معاك دول ان هم يتأذوا من افعالك القبيحة حتى ولو كانت سيئة واحدة. رقم 8 انك بتحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لانه بتعرض عليه اعمال امته، فلما يرى ناس بتعمل سيئات النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي يستغفر لهم، بس اكيد بيبقى زعلان، يعني مش مبسوط بيك وانت بتعمل سيئات، ما انتش يعني بتشرف الأمة الإسلامية وانت بتعمل كده، وكلنا اصحاب خطايا، علشان بس يعني محدش لا نستثني احدا، فبتحزن النبي في قبره. رقم تسعة أنت تشهد أهل السماوات وأهل الأرض وجميع المخلوقات على نفسك بالعصيان، لأن هيشهدوا عليك يوم القيامة، حتى الأرض دي وأنت إيدك هتشهد عليك. أنت لو مسكت حاجة عصاية وضربت بيها واحد العصاية تيجي يوم القيامة تشهد عليك. رقم عشرة أنت تخون الآدميين وتخون عهد رب العالمين. عشر خصال بتتبع السيئة الواحدة، فما تستهنش أرجوك بالسيئة حتى ولو كانت واحدة، لأن الصحابة حتى لما كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألوه على على السيئة قبل ما يسألوا على الحسنة، يقول لك أهم حاجة نبعد عن السيئة، الحسنة بقى تيجي زي ما تيجي، بس أبعد عن السيئة التي كان يعدها الصحابة كبيرة من الكبائر إحنا شايفينها أدق من الشعرة. يعني بيقول لك يا عم عادي، يعني ما إحنا كلنا بنزعق، إحنا كلنا بنشتم شتيمة، يعني كده ماشي كدبة بيضة كده، يعني الدنيا في اللذيذ. صغيرة كبيرة أهو اسمه ذنب، وبعد الذنب ده بتيجي عشر خصال سيئة. خلي بالك وانتبه لمثل هذا الأمر. سلام عليكم.